تصاعد لوتيرة الانتشار وارتفاع لعدد الوفيات لمصابي فيروس كورونا، سجلت ليبيا أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بعدد 658 حالة، وأعلى حصيلة شفاء بعدد 217 حالة، بحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض. ومن بين الإصابات الجديدة 491 حالة جديدة، إضافة إلى 167 حالة إصابات لمخالطين، في قفزة مرعبة لأعداد الإصابات، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 14624 حالة، من بينها 12706 حالات إصابة نشطة على كامل التراب الليبي. المركز الوطني أشار في بيانه إلى تسجيل 5 حالات وفيات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 242 حالة، فيما قفزت حصيلة المتعافين إلى 1676 حالة. فيما أوضح برج الأمل بمركز بنغازي الطبي في الإحصائية المنشورة على الموقع الرسمي للمركز أن عدد الداخلين إلى برج الأمل 895 حالة، منها 107 حالات دخلت للعناية الفائقة، وعدد 788 حالة خروج، بالإضافة لشفاء 748 حالة شفاء و103 حالات وفاة. وأضاف المركز الوطني إلى أن بؤر الإصابات الجديدة لغير المخالطين مجهولة المصدر، ما يزيد العبء على فرق التقصي بمختلف المناطق والمدن الليبية.